فايس بريس، ومرحبا بالطاقم التقني ديال فايس بريس معنا المره الثانيه اللي كيتصادف فيها ولد قريه. ولد قريه يوسف محيوت، 31 سنه، مواليد مدينه فاس. المهنه عاطل، الهوايه الفن، الموسيقى. الو الشعب. بالنسبه لي انا، بالنسبه لشي روابط واحد اخرين فهمتيني، قدام وجداد، جيناسيون قديمه وجديده، كاع كلشي هضر مع المسؤول، كاع كنا خطبنا المسؤول باش يجاوبنا، ما جاوبنا حتى شي واحد. صافي اضطريت نجاوب راسي براسي، فهمتيني، اضطريت نقول داكشي اللي فهمتيني اللي عيط قال، قلنا ما كاينش، ما كنت ما داكشي ماشي شي حاجه، قلنا غير شي حاجه شويه من داكشي اللي بزاف. الله يطلق سراحنا اخاي، الله يطلق سراحنا اخاي. شوف راه الدري الصغير الجنين تيكون كرش مو تيقفل 19، كنبقى نتسناو الله يطلق سراحو يخرج. اللي في السجن الله يطلق سراحو، اللي في المغرب الله يطلق سراحو، الله يطلق سراحنا من المغرب اخاي. كنت بلاصه حديوه، كنت بلاصه حديوه اخاي، ما نكذبش عليه، نتكمش فهمتني، وندخل سوق راسي ونعطي للرب اتساع. البيك من 2006 لتحتا كان بيك، فهمتني، من 2006 الفوق ولا غيبتي فهمتني. الحمد لله كي كتعرفوا باش الخلاصه، الكبوت باش بانوا دكريا اول مره في 2017، باقي لابسو في 2019، والله ما بغيت نبيعو بالله، باقي عندي. كنت بلاصه حديوه انا، اول حاجه نمشي فهمتني نقاد شعري ونحسن تحسين هذا الرجال، هذه اول حاجه، وغنمشي نشوف شي ميساج نوصلو للبوبليكو، نعطيهم شي حاجه، شي ميساج كاين في البلاد فهمتني. اما انا نبقى نجمع كلمه بكلمه ونبقى نقولها لعباد الله، كنت في بلاصتو بداك الساعات حاليا نمشي للجامع حسن لي كيبان. داك الناس كيبقاو قدم مني في الدومين، نتي مش نعرفهم بانهم قدامين في الدومين، وعطاو واحد الميساجات في واحد الوقت ووصلوا للمجتمع. حاليا احسن حاجه يديروها الانسان فهمتني، انا كنوصلت لذاك المرتبه ديالهم غنحبس ونسالي باش تبقى الكارير ديالي في الاحترام، لان باش غتسحر مع الدار تصبح فاطر. شي دابا حاليا انت كتكون فهمتي كتكون كبير مع الكبار، والكبار كيسالي وكتبقى غير انت كتمشي تقلب على الصغار، كتولي بحال شي قد فهمتيني، بحال شي شحال نقول لك، بحال شي لعبه وبنفسجيه كاع في لون الاناث ماشي حتى لون الذكور، تيديرهم يساليو احسن، تيبان لي انا تقييم بين فاس و فاس بنت مسخوطه فيها الروابط، عندهم الهضره، عندهم المواضيع. كازا فيها، شوف باش ما نذكروش كلشي، فيها واحد الدريولين وتحياتي ليهم عندهم، ولكن اللي دايرين البوز فيها تا علاقه بالراب، تا علاقه بالراب كاع. كازا فيها البوز، فاس فيها الراب فهمتيني، هادشي ما كي فهمتي، هادشي ما كي شنو نقول لك، هادشي ماشي الغلط ديالو ديال كازا ولا ديال فاس، هادشي الغلط ديالو فهمتيني الكبار. العديد من الفنانه او الرابوره المغاربه من بعد الكلاش ديال البيك خرجوا وردوا عليه، شكون اللي يبان لك انت الطراك اللي قاس البيك فهاد الكلاشات كامل؟ شير انا داك الطراك وداك الناس اللي جاوبوا كاملين، هنا فين كتوضح لنا المثله اللي كتقولوا فيها بان الفروج كيقاقي والدجاجه تحلقها راسها، راه بحال هكاك انسان سب واحد الناس فهمتيني، سفاف واحد الناس وواحد اخرين تيهضروا، اش غنقول لك اخي، راه ولا دابا شوف الاحتراف اكثر من الشيفان. لكن شفنا ان حليوه ام سي، شفنا كريزي، شفنا كومي، شفناهم ردوا عليه، ولكن شكون اللي بان لك انت في هاد الاربعه او ديزي دروز، شكون اللي بان لك في هاد الروابا انه قاص البيك في الكلاش نتاعو؟ هذا السؤال هذا تقدر تسول الكبده ديال البيك، الكبده الداخليه هي اللي عارفه شكون اللي قاصو فيه، لان انا بان لي هذوك كاملين جمعتيهم داك الكلاشات كلهم. اسمح لي كنت صنت على الروابط اللي كتعطي دي ميساج، والله ما كنسمع داك الشيء كاع، والله ما سمعت حد يشد داك العناوين وصافي. التراك ديال البيك هي سمعته، اما التراكات الاخرين داك رد، حيت النوبه الاولى سمعته حيت سحاب لي كاين شي ميساج بغيت نسمع، ربما الانسان تنادم مع الحال ولا رجع يقول شي ميساج، بصح لقيت داك الشيء فيه غير السفاه وداك الشيء الحمام العيالات ما ديزول. في النظر ديال ولد قريه شكون هو احسن رابور في المغرب؟
سنيك شعيب. شكرا. وبالنسبة للعالم العربي؟ العالم العربي أحمد ميكي. استنتاج لي استنتاج من داك الطراك ديال 170 كيلوغرام ديال البيك. واحد استنتاج استنتج بان الانسان الا كانت فيه 170 كيلوغرام يقدر يتعود 5 دقائق حتى 33 ثانيه على التوالي بدون انقطاع تبارك الله عليه. هو استنتاج اللي شفت انا. وبغيت نقول الكلمه الاخيره ديالي خوتي الروابا ولا خوتي البوبليك ما تديوش عليا انا غداوي فهمتيني انا غاحمق وخذوا الحكمه من افواه السفهاء وانا والله الا اكبر سفيه كاين في هذه البلاد. يوسف شنو الفرق ما بين الحياه ديال الكريا قبل ما يقتحم مجال موسيقى الراب ودابا حاليا؟ الحياه ديال يوسف قبل ولد الكريا، حياه يوسف ولد الكريا كانت واحد الحياه قبيحه، وكنت انا واحد الانسان اللي انا كره راسي قبيح، ولكن حياه ولد الكريا بدلاتني، وليت واحد الانسان الحمد لله والشكر لله والشكر بزاف للبوبليكو ديالي اللي هو اللي ساعدني باش نولي واحد الانسان درويش. رسالة توجهها للجمهور ديالك. الشكر بزاف ليهم وبلا بهم انا ما كاينش، وانا الربح ديالي هما وكنخدم عليهم هما وكنلوح التراكات ليهم هما والربح ديالي هما. ما بغيت ادسنس، ما بغيت نطلع في موازين، ما بغيت دي كونسير، ما بغيت تلعب، بغيت البوبليكو يبغيني حيت انا راه كنبغيه صافي. وكنتمنى من الله يكونوا عندنا قنوات بزاف في هذه مدينه فاس اللي يهزونا بحال قناه فايس بريس اللي كتعاوننا باش نكونوا كاينين، ما بغيناش داك القنوات الاخرين ديال تعاوننا باش نكونوا فلاطاي باينين عندنا ما نديرو بها. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا فيس بريس على مواقع التواصل الاجتماعي.